مازال واحد على لا الله يبقى المحبات الصبر الله يرزقكم الصبر الله يخليك الله يرحمه. الناس كلهم تاع سوق سوفري التاكسي كله سلموا عليه يقول لك الله يرحمه. الحمد لله الحمد لله في الجرويات صلاة الجنازة شكرا جميل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كاع الجروب تاع لي سونتر كيتيغال الجزائريان يقدموا لك تعازيهم الحاضرة باسم الجالية الجزائرية. شكرا بارك الله فيهم ونشكرهم كلهم اللي وقفوا معايا وقفة ما ينساهاش طول عمري ان شاء الله. ويقول لك اذا اي حاجة اتصلي بالسونتر كيتيغال الجزائريان يكون يعني في الخدمة ان شاء الله. فيهم ورجزاهم الله بخير جميع الناس اللي وقفوا معايا وربي يجازيهم ان شاء الله بخير ان شاء الله. ان شاء الله ويتمنى لك ان شاء الله تروحوا بخير وتجوا على خير ان شاء الله. شكرا خويا شكرا. اليوم مش يروحوا اليوم مش يروحوا اليوم نمشيو للمطار وغدا ان شاء الله صباح الجنازة تاع الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ارسلنا عليك كثير الله الصبر يعطيك صبر صبر امين. شكرا لكم شكرا بارك الله فيكم ويجزيكم بخير. توجه كلام للجاليه الجزائريه والعربيه. والله ما فيش يعني الكلمات اللي تعبر عن التآزر والتآلف اللي شفته من الجالية الجزائرية ولا من الجاليات الأخرى مسلمين ولا غير مسلمين. كل خويا كلهم توقفوا بجنبي وبفضل التآزر تاعهم وال soutien moral qui m'ont apporté j'ai pu me relever en les voyant à côté de moi en ils m'ont entouré inshallah allah yarhamkoum merci à tout moment merci shukran c'est un moment